الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تسمح لي، يا رب يا رب وتغفر لي يا رب. امشي نشوف البنات توحشهم. ايوا اخي اشرف، صحه لاباس، كلشي مزيان الحمد لله. والله الا كلشي بخير، شي غيتحلوا ان شاء الله المساجد. ان شاء الله ما بقى والو، ان شاء الله ونرجعوا كيف كنا. ان شاء الله نمشيو ننظفوا المساجد اليوم مع الامام. ان شاء الله كلشي اللي كنتمنى. ان شاء الله اخي اشرف. شوف الاخ عبد الاله داخل هذيك الدار ديال الخمر والفساد، ديما داخل كيسكر مع الدريات في الدار. الله يهدي ما خلق. خويا راه يوميا كنشوفو انايا، راه بزاف بزاف. الله يهدي ما خلق، لا حول ولا قوه الا بالله. هذاك الشيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الله يهدي ما خلق، الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. امين يا رب. فين صار شي البارح؟ وقتي كنت في عين الدير مزيان دابا الصراحه مزيان. انا منعاودش نتوما، وكنت انا وشي دريات وواحد الدراري شحال دبرتي وقتي جبنا السمية الدراري. مزيان كلشي. وبعدا ما جيناش نمشيو. شحال من درية كانت معاك؟ كنا حنا شي ثلاثة. مزيان كلشي الدراري. وفين مشيتو؟ قلت لك هبطنا العين الدير ونسمع كمان. استغفر الله. غنمشيو نسهرو اليوم نمشي. غنمشي انا وياك، ما باغيش تبرز الراس انا. صافي تما فين نمشيو نسهرو؟ ما كاين لا ثلاثه الدريات لا والو. نمشيو نسهرو انا وياك. تبرز الراس مع ديما ديما. ولا حلو ما يكونش في الليل. حلو دابا. سلام. كيفاش؟ اختي يا مرحبا بك. مدا خاوي اهلا. كي دايره؟ صافا بخير بخير. كيف حالك؟ الحمد لله. صافا كنت مسخره في الناس. يلاه قاشينا الصاري شوجيش. مرحبا. امين. صافي اختي، راجعه عندي وملي توصل حدا بصوني عليا ونحلك الباب. صافي يلاه. ايوا بخير. كيف داز نهاركم؟ ديما باقا كيف العاده. الله يعافيك. تشم الله يعافيك. هما ديما ناشطين. ايوا راه هادشي اللي بغات الوقت هاد الساعه. ياك بعدا ايوا فين ديك الحمد لله. امين. شكون عاودي؟ بخير. ايوا ما توحشتينيش. شويه صافي ضروري غنتوحش. ولكن اليوم تعطلتي عليا بزاف وموالفاش لك. غير مع السارة يلا بقيتي نصليت وجيت عندكم، ولكن اخر مرة غنبقى تعطل حيت انا ديما كنجي عندكم. انا عارفاك كتجي في الوقت، هذا الشيء علاش. هاليا ما تعطلتي ما عرفتش شنو شدك عليا. غير تعطلت مع السارة راه قلتها لك. هو فين مشيت؟ كنتي بنتي ليا بحال مقلقة. بحال واش هاد المشاكل؟ ماما عطار عيني سمع لي بزاف. بحال هكا اللي طالع ليا مثلا اللي كان طاح حدا منهم. الوالدة كل نهار عطيني عطيني عطيني، كتقول لك إلا ما جيتش ليا فلوس ما تجيش تباتي عندك. فين غنبقى ندور أنا في سناقي؟ كنخرج يعاونوك. الأب كل مرة في المضر ما تلقاش كاع في ولادي يبقى في الدار في المشاكل. وشحال قدي؟ شنو غادي نقول لك؟ الصبر ما عندي، ما غادي نقول لك حاجة واحدة. تهلاي في والدي راه هما اللي عاد مولا كان حنا كيبقى بزاف. هما من واحد لواحد صافي كيف كان غادي يصير مع بلاد وغادي يحط خويا يحط على خويا يتسلى على كلشي عايرك. فهذا هو
اخوان سي عبد الله راه على فراش الموت. اودي اش غادي نقول لك، هذاك السيد ما مفهمش فيه انا والو، كيجي يصلي معانا ولكن كنشوف ليه شي منكر ما كيتقبلش نجيك الصراحه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخويا هذاك السيد بكل صراحه، هذاك السيد اسيدي ماشي من حقه يموت. هذاك السيد تنعرفوا عليه واحد الفاسق كبير اسيدي، وانتم راكم تتعرفوه فين كان تيمشي وفين كان تيدخل وشنو كان تيدير، وهذاك الشر ربي محرمو. واش الراجل كان تيصلي معنا العشاء واش شفع الوتر ويسالي ويدير يعوج عنقو ويدخل عند الفاسقات، وانتم بقى جايين لعندي دابا انايا تتقولوا لي يلاه نوقفوا لواحد السيد نثبتوا ليه الشهاده؟ اعوذ بالله سيروا بعدو مني، انا راه ما غاديش معاكم، عطوني الثقه الله يرحم لكم الوالدين وبعدو مني اخويا. المهم راه عندك الحق السي عبد الحكيم، راه في هادشي اللي قلتي راه عندك الحق، انا راه معاك فيه. واخويا مش غنقول لك اخويا اشرف، انا باري من داك السيد صراحه، شفت عليه شي منكر ما كيتقبلوش، الله كيدخل دار الدعاره كيدخل داكشي الدار ديال الفساد، يعني انا بعدا الديانه ديالي ما كتسمحش لي نمشيو نشهدوا ليه، انا بعدا باري من داك السيد سمحوا لي. انا جايين عندي انا مني تتكون شي حاجه مزيانه حتى واحد ما تيجي يسول فيا، ودابا مني كاين عار العذاب والمشاكل وجهنم جايين لعندي. واخويا انا صافي والله الا عطيوني التقار الله يرحم لكم الوالدين، واش نتوما ديما دايرين لي هاد الحاله؟ انا ما غاديش ويموت ولا يدبر راسو، انت ما غاديش شي اشرف، لا ما غاديش شي اشرف، انا ما عنديش معاك، انا باري باش نجيب لي انا راه عندي جايبين لي نهار بار ديال هذاك. السلام عليكم الاخوه. وعليكم السلام سي حكيم بخير. السلام عليكم خويا رابع سي اشرف. مازال انت جايب لنا شي اخبار ديال الزفت عاوتاني؟ ما كيكلمش واسيدي هاد الناس ديما نرى قهروني انا كل مره ما تيجيبوا لي الاخبار الخارجه، عمرهم ما جابوا لنا شي اخبار برا. قال لك اسيدي سعيد هذاك فلان هذاك عديلا ولا شنو هو؟ قال لك اسيدي فيه الموت عديلا عديلا اللي كسر لي معنا. نعم اسيدي قال لك اسيدي راه جيو لعندي انا نوض سير وقف معاه في الشهاده. اسيدي الا فيه الموت غنمشيو نشاهدوا ليه في سبيل الله. اسيدي حنا ما غاديش ما غاديش، انا غنمشي عنده سير عنده واش لك، حنا ما غاديش نفسر. عديلا 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 سي عديلا، مالك يا خويا؟ لاباس مالك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سي عديلا خويا، خويا عديلا دوي معايا، مالك اخويا؟ مالك عديلا خويا دوي معايا، مالك عديلا دوي معايا سي عديلا دوي معايا. علاش هاد الناس هادو ما بغاوش يشهدوا لك؟ علاش؟ علاش هاد الناس هادو بداو عليك نظره خايبه؟ قالوا لك كنتي كتدخل عند الفاسقات، كنتي كتدخل تفسد معاهم وكنتي كتصلي. علاش هاد الناس السعد ديال بداو عليك نظره خايبه وانت كنتي انسان صالح؟ علاش السعد ديال ما بغاوش يشهدوك؟ علاش دوي معايا دوي معايا؟ علاش علاش السعد ديال ولدي هادوك كاملين اللي قالوا لك هاد النظره خداو الفكر بالغلط؟ وليدي كنت كنطلع عندهم ولكن ماشي قصد هكا باش اننا نشرب الخمر ولا ندير شي حاجه اللي ما يبغاش الله، بالعكس وليدي كنت كنطلع عندهم كندور معاهم باش ما يديروش المحرمات، حتى كنسالي كنبغي نخرج كنشد الخمر كنحاول اننا نلوحو وما نخليهمش يديروا المحرمات. وليدي عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إن بعد الظن إثم. عبد الله الناس هادو كانوا ضامنينك بزاف،
انت كنتي انسان صالح السي عبدي الله، كنتي انسان صالح عبدي الله. اشهد ان محمد رسول الله السي عبدي الله. عبدي الله عبدي الله. السلام عليكم الخوت، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كان كيصلي معهم وكان كيدخل الدار ديال الخمر الدار ديال الفساد، ولكن ما عرفوش علاش كان كيدخل الدار ديال الفساد. كان كيخلصهم كيخلصهم باش ما يفسدوش، كيخلصهم باش ما يديروش المحرمات. المهم الخوت الميساج ديالي راه مفهوم ومفهوم بزاف. يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت نديرو كما دارت السيدة، اقسم فمي باسم الرحمن ما غيبقى عندنا لا فساد لا حتى شي حاجه. اصلا الانسان ملي كيتلاح الفساد تكون عنده مشاكل عائليه. المهم الخوت الميساج ديالي راه مفهوم مفهوم بزاف. كنتمنى اللي شاف هذا الميساج هذا يتعاون معنا بواحد لايك وبارطاج الفيديو، ومتنساوش الخوت ابونا في قناه ميديتابيت باش يوصلكم الجديد.